أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة لفائف المحار باللحم المقدد. المقادير: أسياخ خشب، معلقتين كبار عصير ليمون، معلقة بهارات، معلقة صغيرة ملح، 4 عروق إكليل الجبل أو روزماري، 12 صدفة محار مغسولة ونشفة، 12 شريحة صدر مدخن. هنبتدي مع بعض طريقة التحضير. إذا كنتي هتستعملي الأسياخ الخشب فنقعيها في المي لمدة 10 دقايق عشان ما تتحرقش وانتي بتشوي. افردي شريحة من اللحم المدخن وحطي فوقيها صدفة ولفيها لحد ما تغطي الصدفة بالكامل، وكرري الطريقة دي مع باقي شرايح الصدر المدخن. وبعدين اغرسي 3 صدفات باللحم في عرق إكليل الجبل أو في كل سيخ من الأسياخ الخشبية، وبعدين حطي الأسياخ الأربعة في صينية شوي ورشي الملح والبهارات فوقها. بعد كده اشوي الأسياخ في الشواية لمدة من 8 ل 10 دقايق، بس تكون على درجة حرارة معتدلة، واقلبيها من وقت للتاني لحد ما يكون لونها ذهبي ويستوي الصدف، بس خليه يكون ناشف شوية. آخر حاجة قدمي الطبق فورا مع عصير الليمون والخضار زي الكوسة أو السبانخ أو ممكن الرز أو البطاطا، وممكن تستبدلي الصدف بنوع من الأسماك النهرية. ويا رب أكلتنا تعجبكم وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.